كده يا جماعة، انتوا هتتغدوا لوحدكم ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، بصي يا روحي، بالاكل ده كله بتاعنا احنا، اكلك انت يا طعومة يا حلوة يا لذيذة. اهو يا انشي. ميرسي قوي يا رجاء، دي فروجة صغننة شكلها، بس انا راضية بقليلي. حلوة حلوة. ايه ده يا رجاء ده؟ ايه ده؟ انتوا فاكريني سحنفة؟ ايه مني خصاية؟ وخيارايا. سحرفة يا حبيبتي، انت فيلاية صغيرة. ماشي انا فيناية، في فينا بتاكل الاكل ده؟ حرام عليكم، انا كده مش حاسبة، انا هجوع هجوع قوي. مش انت طلبت مننا ان احنا نساعدك عشان تخسي؟ ايوه انا طلبت منكم تساعدوني مش تعذبوني. بقولك ايه، من هنا ورايح هو ده اكلك، فاهمة؟ يعني ايه؟ طيب اوكي، انا ما عنديش مانع ان ده يبقى اكلي، بس انتوا كمان كونوا زيي. لا ناكل زيك ليه؟ ناكل زيك ليه؟ ما احنا سمباتيك وكلنا رشاقة ودلع. يعني ايه انت عايزين نعمل معاكي رجيم اجباري ولا ايه؟ لا مش قصدي يا كوكو، مش قصدي، بس يعني تراعوا شعوري، اعتبروني صايمة وما تاكلوش قدامي. خلاص من هنا ورايح انا وجوجو ناخد كل المشمر والمحمر وناكل في الحمام. طيب ممكن النهارده خلاص الدايت باظ بقى، ممكن يا جوجو تناوليني ورك الفرخه ده؟ لا لا لا، الورك خطر عليكي، الورك كله بروتين. طيب بلاش الورك، بلاش، ممكن حته من الصدر؟ لا يا حبيبتي، انت عارفه ال 200 جرام اللي في الصدر ممكن يزودوكي 2 كيلو. والصدر كله صدرين حقيقه. هبتدي من بكره. كل يوم تقولي بكره بكره بكره، لا من النهارده. لا من بكره يا عمو، هاتي بس، بقول لك بكره بكره. حرام عليكي، مفجوعه. انا جعانه، انا مش هاكل الاكل ده، مش هاكل الاكل ده، مش هاكل الاكل ده. احسن وفرتي. على فكرة أنا جبت قفل للتلاجة وقفلتها قفلة مهببة عشان تحرمي تفتحيها وتسرقي منها أكل من ورانا. قفل يا صمونة، أنت ليه بتعاملني المعاملة دي؟ ليه؟ 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 عشان تخسي ونرتاح منك بقى. يا صمونة يا صمونة يا حبيبي، أنت فاكر إن الخضار ده بيخسس؟ لا خالص، ما طول عمرها البقرة بتاكل برسيم، بس بقرة وتخينة، أنت فاهم النزيم غلط. البقرة يا حبيبتي، انتي مش بقرة، انتي فيلة يا حبيبتي. كده يا سمورة؟ الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك. ان شاء الله هتطلع لك زلومة. بالأحضان بالأحضان تلاجتي يا حلوة، بالأحضان. وحستوني 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 وحست عيوني، وانتي كمان وحستيني أبو، وحستيني 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 خالص. الله، بسبوسة، بس عايزة فاكهة، تهنيت فاكهة. وحستوني 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 وحستوني. معلش يا عندي، سامحني انت والولاد بقى، سامحوني يا ولاد، ربنا يسامحني. بالأحضان 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 تنكتي يا حلوة، بالأحضان. يا نهار أبيض، يعني انت اللي كنت بتيجي تاكلي الاكل بتاعي انا والعيال؟ ايوه بصراحه انا، بس كنت بسيب لكم شويه. وانا اللي كنت شاكك ان في حرامي بيجي ياكل الاكل ويمشي.
ايه علي؟ ايه علي؟ حرامي هيسيب كل حاجه في الشقه ويركز مع التلاجه، ده حرامي طفص قوي بقى. ما انا قلت كده برضو، وشكيت ان الشقه فيها عفريت جعان، وكنت بخاف انام لوحدي وبروح انام في اوضه العيال. طول عمرك جبان يا حبيبي. جبان ايه؟ عفريت جعان يعني ممكن ياكلني، الامر ما يسلمش. طب سؤال، ازاي يعني كنت بتسرقي الاكل ورجعتي برضو مزايه وحلوه كده؟ سكسي قصدك صح؟ هقول لك. عايزه تخسي وفي مناطق كتير في جسمك مش عاجباكي، جوزك راح يتجوز عليكي عشان لقاكي تخينه شويه، في مناطق كتيره قوي مش عاجباكي والمنطقه اللي بالذات مش عاجباكي، كلميني مع دكتوره ريشه هخليكي تبقي زي الريشه. سمعنا عن التدبيش والبالونات وعمليات، انا مش بعمل الحاجات ديت خالص، انا هصفر العداد وارجعه لك على الزيرو وارجعك مع دكتوره ريشه تبقي زي الريشه، تبقي زي كده. دول بيبقوا غاليين قوي. مش مهم يا سموره، مش مهم في النص خالص، لان الاكل بيكلف اكتر من الدايت بكتير. ايوه طبعا، امال ايه؟ مش مهم قبل الفلوس، انا شخصيا مستعده ادفع الفلوس من معايا بس اخلص من البلوه اللي انا فيها دي. انجي شطبت على خزين الشهر كله. اخذوا عليكي يا رجاء، اخذوا عليكي، انا شطبت على خزين البيت، انا سمعتك على فكره. طبعا لازم تسمعيني، ما انا قايلها بعلو صوتي. الله كده يا رجاء، تقوليها بصوت عالي في وشي ده بدل ما تقولي لي مطرح ما يسري يمري يا عنوشه يا حبيبتي. اخاف يا حبيبتي اخاف، ربنا يستجيب ليا والاكل فعلا يمري وتفرقعي في وشنا احنا الاثنين. لا انا هقول لكم، انا عرفت العنوان بتاع الست دي اللي هي بتاع الشفط وهجيبها تشفطها خالص. ازاي دي تبقى ارشق واشطر دكتورة تخسيس؟ ازاي يعني؟ انجي دي دكتورة ريشة يا بنت سكسكة 3 اكس لارج. شكلها عالمة كده، عالمة مش دكتورة. هي عالمة، عالمة دكتورة. عالمة دكتورة. طب واذا كانت هي مش عارفة تخسس نفسها، جايب منها تخسسني انا ازاي؟ دي بس يعني ما تشوفي نفسك الاول بقى، نفسك كده باب النجار مخلع. لا كده بقى يبقى متدمر مش مخلع وبس. على فكرة أنا دكتورة تجميل في العموم مش تخسيس بالخصوص. طيب ممكن أسأل حضرتك سؤال في العموم؟ ليه حضرتك ما خسستيش نفسك في الخصوص؟ حاولت يا منام، حاولت، بس حبي للأكل حب فظيع، تقدري تقولي تفاصع، بس بحب الأكل قوي. أنا كمان تفصع قوي زيك، بحب الأكل جدا. يا سلام بقى على دقيقة بامية كده باللحمة اليقر، ولا بقى إيه اسمه ايه ده، محشي ورق عنب باللية. ايوه باللية. الله الله، بومبار بقى حراق كده ماشي، مع شوية كرشة ماشي، مع فتة بالموزة. الله اللية بالبشاميل وعليها بالطير. الله ايه ده، ايه ده يا سمير؟ معقولة كانوا 2 طاسين بس بقوا 3؟ البيت كده هيحصل فيه مجاعة. بيت مجاعة في المنطقة كلها. بصي أنا عايزاكي بس تركزي معايا، أهم حاجة تنسي موضوع الأكل ده نهائي. ليه؟ كده حصل إيه لكل التواجن اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي؟ لا أنا عايزة النتيجة بس تبان بسرعة، عارفة؟ عارفة لو شفت معاكي أي أكل في إيدك عارفة أعمل فيكي إيه؟ لا أوعي ترميه، حرام. لا هاكله أنا. عموماً إنجي مش محتاجة تاكل، أكلت كتير أوي أوي زمان. في إيه يا نجاة؟ حرام عليكي، يعني إيه من يعني هو أنا كمان هقطن الأكل يعني؟ لا حرام عليكي، ما تحبطينيش يا جوجو. لا 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 اوعي اوعي اسمعك تقولي احباط، الموضوع سهل جدا وبسيط. احنا كل المشكله هنشيل 20 كيلو من الكرش ونطلع ناخد اللغد مع الخدود 13 كيلو، الها 50 تقريبا. لا ايه الها يا حبيبتي؟ مضايقاني جدا، شكلها بشع، القاعده عريضه. بعد كده نطلع بقى حواجب ودان. لا كفايه كفاية، حرام عليكي. انتوا ايه؟ انتوا جايبيني دكتورة ولا جايبيني واحدة من مذبح تسفيني؟ لا واضح انها جاية تشفيكي. يا بخت اللي خس قبلي وما قاليش، واللي خس بعدي وما خسسنيش. ايوه على رأي جحا،